اهلا بيكم في حلقه جديده من اومني فيرس واتشر. النهارده احنا هنعمل مراجعه على فيلم اند جيم، ادخلت يوم السبت اللي فات، والفيلم رائع جدا وتحفه. الفيلم ميزانياته كبيره جدا، وده بان في المعارك الضخمه، وكمان بان لما مارفل عرفت تجيب كل الممثلين القدام اللي شاركوا في الافلام القديمه اللي قبل كده. وبالفعل في منظر جنازه توني ستارك انا خدت انطباع ان مارفل بتكرم الممثلين اللي هم بتعتبرهم شركاء النجاح في الرحله الطويله اللي بتمتد 10 سنين ولسه هتستمر اكتر واكتر. الفيلم أباد جميع الشكوك والمخاوف اللي كانت عند الناس المتعلقة بالسفر عبر الزمن وإن إحنا نلغي اللي عمله سانوس، وبالفعل حصل سفر عبر الزمن بس بشكل غير تقليدي، والأحداث اللي عملها سانوس ما اتغيرتش. حبكة الفيلم معتمدة على أساس علمي منطقي بيختلف مع باقي أفلام الخيال العلمي اللي فيها سفر عبر الزمن. الفكرة بسيطة جدا، أنت دلوقتي في الحاضر عايز تعمل سفر عبر الزمن وتروح الماضي. العملية دي هتكون ده المستقبل بتاعك، وتفر انت هتعمل ايه في المستقبل ما ينفعش يغير الماضي لان اللي حصل حصل. فهم راحوا في اوقات معينة في التايم لاين في اماكن معينة، اخدوا الاحجار ورجعوا بيها للواقع بتاعنا. في ناس تخيلت مثلا ان توني ستارك لما اخد التسركت من هوارد ستارك في السبعينات ان هو لما يرجع للوقت الحالي هلاقي كابتن مارفل ما عندهاش قدرات لان قدراتها معتمدة على التسركت، وهي اخدت قدراتها في الثمانينات والتسركت ما كانش موجود. الكلام ده غلط، كابتن مارفل في الواقع اللي احنا عايشين فيه بالفعل اخدت قدراتها وبقيت كابتن مارفل. هيجي سؤال، طب ما دام هو الموضوع كده، طب ليه الافنجرز كانوا حريصين ان هم يبعتوا كابتن امريكا للاوقات اللي اتاخد منها الاحجار ويرجعها تاني مكانها؟ الاجابه هي زي ما قالت انشنت وان لبروس بانر، انت الواقع بتاعك مش هيحصل فيه مشاكل بس الواقع التاني هيحصل فيه. احنا ممكن نعتبر الموضوع اللي هو الترنيت تايم لاين، خط زمني بديل للواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. هالك لما عمل كده هنا بقى كانت تكمن براعة مارفل، الناس اللي ماتت رجعت بس في نفس الوقت ما شالتش أي حاجة من الخمس سنين اللي فاتوا. بمعنى أنت مان بنته كبرت خمس سنين، توني ستارك اتجوز وخلف، الأحداث دي ما اتشالتش. بروس بانر عرف يرجع الناس اللي ماتت على الوضع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، وده بيعمل إمكانية إن احنا نفتح سؤال فلسفي شوية، الناس اللي رجعت دي ازاي هتتأقلم وتتواكب مع العالم دلوقتي في خمس سنين بكل الأحداث اللي مرت بيهم فاتتهم؟ في ناس أكيد كانت مرتبطة، الناس دي كان لهم أصدقاء، الناس دي دلوقتي في خمس سنين هما ما يعرفوش عنهم أي حاجة. واحد زي بيتر ماركر زي ما احنا عارفين هو في المدرسة في الثانوي، أكيد ليه زمايل خلصوا المدرسة وتخرجوا. الخدعة بقى اللي احنا عايزين نشوف مارفل هي هتعمل ايه في الفترة الجاية، هو الناس دي ازاي هتتأقلم مع العالم والواقع اللي احنا فيه دلوقتي. الفيلم فيه حاجات كتير قوي موجودة في الكوميكس، زي كابتن أمريكا عجز وإن هو باص العباءة بتاع كابتن أمريكا لسام ويلسون اللي هو فالكون، إن كابتن أمريكا أصلا ورثي وبيشيل المطرقة، القفاز بتاع توني ستارك، الريسكيو أرمور بتاع بيبر بوتس، إن هوك آي بقى رونن، وإن هالك بقى بروفيسور هالك. الحاجات دي كلها موجودة في الكوميكس. شفنا ثور مضحك فحت، كل ما يجي يظهر السما كانت بتتقلب من كتر الضحك. شفنا انشنت وان وهي بتحارب في نيويورك سنه 2012، ما كناش نعرف المعلومه دي. شفنا كابتن مارفل وعرفنا هي قد ايه فيري اوفر باورفول زي ما احنا عارفين. وشفنا كمان انت مان ازاي رجع، ورجوعه ده جاب امل تاني للافنجرز بعد ما كانوا محطمين ومتدمرين نفسيا، وخصوصا ناتاشا. طبعا مش هنقدر ننسى التضحيه اللي عملتها بلاك ويدو وايرون مان، واكيد الموضوع ده هيخلد في دماغ ناس كتير قوي. دلوقتي ايرون مان مات، بلاك ويدو ماتت، كابتن امريكا اعتزل، هوك اي اكيد هيروح لعيلته، وثور بيمر بازمه هويه مش عارف هو عايز يعمل ايه ولا عايز يبقى ملك، وواضح انه مش هيبقى افنجر وسافر مع الجارديانز. مارفل بتدينا رساله ان الافنجرز الفاوندنج ممبرز بتوعها اللي هو الاعضاء المؤسسين مش هيكملوا. اكيد في حد هيتساءل يعني هي دي نهايه سلسله افنجرز؟ الاجابه هي لا، في افنجرز كتير قوي ممكن يقودوا سلسله افلام بعد كده، على راسهم كابتن مارفل اكيد، في سبايدر مان، في دكتور سترينج، في بلاك بانثر، في سكارلوت ويتش، في كابتن امريكا الجديد سام ويلسون، في وينتر سولجر. الناس دي كلها قادره انها تقود سلسله الافينجرز بعدين. في تساؤلات ظهرت بعد الفيلم زي تساؤل مين الولد الصغير اللي هو ظهر في الجنازه. الولد ده هو الولد اللي كان موجود في فيلم ايرون مان 3، وهنا بقى مارفل بينت اهتمامها بالتفاصيل. الولد ده لو ما كانش ظهر ما كانش اصلا حد هيسال هو فين، بس هي مارفل شافت ان الولد ده كان قريب من توني ستارك واكيد هيزعل فهيحضر الجنازه. نفس الاهتمام بالتفاصيل ده ظهر لما هو جه جارفيس اللي هو السواق بتاع هوارد ستارك، برضه جه لقطه بسيطه بس برضه هو جه. في اهتمام بالتفاصيل،
في أسئلة تانية هتتسأل زي كابتن أمريكا، كابتن أمريكا ودى المطرقة فين؟ الإجابة هي إن هو راح رجع المطرقة والأحجار في الخط الزمني الرئيسي بتاعهم عشان ما تحصلش مشاكل، رجعها بعد أقل من 5 ثواني من الوقت اللي أفنجرز أخدوه منها. طبعا ودى المطرقة لأسجارد سنة 2013. في أسئلة تانية زي إزاي جامورا ونيبولا عايشين؟ بالنسبة لجامورا، جامورا ماتت في الواقع التاني سنة 2018 على إيد سينوس. جامورا بتاعت الواقع دي اتشدت من سنة 2014 وبقيت موجودة دلوقتي، واضح إن سينوس مش هيموتها. ده كان ممكن نقول اللي هو مخرج طوارئ أو اسكيب ليها إنها تفضل موجودة في الاستوديو. كانت حركة حلوة من مارفل. بالنسبة لنيبولا، إزاي هي لسه موجودة على الرغم إنها قتلت نيبولا الأصغر منها؟ هو بالنسبة لموضوع الفكرة إنك عشان أنت موت اللي أصغر منك فأنت تموت، الكلام ده هري، الكلام ده بيحصل بس في فلاش وريفرس فلاش لما اتقتل جده الكبير فتعمل له إريس فروم إكزيستنس. بناء على القاعدة العلمية اللي مارفل أخدتها في الفيلم ده، إن هو اللي حصل حصل، نيبولا دلوقتي عايشة وكبيرة، ما ينفعش هي عشان الصغيرة ماتت هي تموت. هو كان في تساؤل بس مارفل ما ادتناش تفاصيل أو إجابة بشكل واضح، وهو وضع الأسجارديين في الفيلم. يعني احنا شفنا في فيلم انفينيتي وور، شفنا ثانوس، يعني على حد علمنا شفنا كل الأسجارديين ميتين في السفينة، وبعدين باستخدام حجر القوة دمر السفينة. بعدين لما جه الجارديانز اوف ذا جالاكسي وهم ماشيين في الفضاء خبطوا السور، اخدوا سور بس رجعوا الارض. في فيلم اند جيم لقين ان في مدينة اسمها نيو اسجارد وفي اسجارديين كتير قوي، منهم ميك، منهم كروج، منهم فالكري، والسور هو الملك بتاعهم. احنا ما خدناش تفاصيل ازاي الناس دي لسه عايشة وازاي وصلوا الارض، بس مش مشكلة. عموما الفيلم واخد رقم 5 في التوب موفيز على اي ام دي بي. انا عارف ان الترتيب بتاعه هينزل بعد كده، بس مش مشكلة، كون ان هو وصل للرقم ده دي حاجة كبيرة جدا. عمال بيكسر ارقام قياسية في شباك التذاكر، جاب مليار و200 مليون دولار في اقل من 3 ايام، ارقام خزعبلية. زي ما انا قلت، هو الفيلم جامد جدا ورائع، وقدمت فيه نهاية كويسة للأبطال في النهاية. يعني في التتر بتاع النهاية كان بيجي صورة البطل واسمه والتوقيع بتاعه، يديك 3 4 ثواني عشان الناس تقوم وتسقف، وده بالفعل ده اللي كان بيحصل. أنا مش عارف فيس فور ممكن تبقى عاملة إزاي، مش عارف العدو القادم للأفينجرز هيبقى مين، الإنفينيتي ستونز إيه وضعها، في حد تاني هيجي يلمها ولا لأ، أدم مورلوك دلوقتي إيه لازمته خصوصا بعد ما خلصنا من موضوع الإنفينيتي ستونز، هو أكيد هيظهر ازاي، اكس مان وفانتاستيك فور هيتقدموا، بس اكيد برضو مارفل عامله في حسابها ازاي هتقدم كل الحاجات دي، وعامله حسابها من بدري. خلاصه الكلام، الفيلم جامد جدا، انا استمتعت بيه، انا ممكن اعتبره احسن فيلم في ال 22 فيلم بتوع مارفل. الحلقه الجايه احنا هنتكلم عن حاجه جديده، ولغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير وتناقش معايا في الكومنتس، قول لي انت ايه التجربه بتاعتك مع اند جيم، ولو انت مش عامل سبسكرايب يعني.